المحاضرة الماضية عن الكبد كتشريح فيزيولوجيا، حكينا عن تنادرات الكبد، ذكرنا فيها انت يا ابو طاقي. تنادرات الكبد الأربعة، نعم سمعني؟ بس ذكرني فيهم. بس ما عم يشتغل هذا، ما عم يشتغل، هون في مشكلة. مو شغال موري بطال. هدو صوت نسمع. تنادرات الكبد اللي قلنا تقريبا بتلخص لنا أعراض أو علامات الأمراض الكبدية اللي هي ايش تشمع الكبد؟ لا لا عم نحكي على تنادرات الكبد السريرية، حكينا عنها هذيك المرة قبل. لا لا تنزل الحبل، وجود الصفراء، قصور الخلية الكبدية، وفرط التوتر الهوائي. فرط إذا تنزلات أربعة اللي هي حكاها شوي. فرط التوتر الهوائي. الحبل. الركودي. قصور الخلية. طيب قصور الخلية الكبدية أشو تتوقع تشوف عند المريض؟ ارتفاع بالأوروبيين مثلا، انخفاض الألبومين، ارتفاع بالأوروبيين وانخفاض الألبومين، ايش كمان؟ ليش الوزمات؟ سبب نقص الألبومين، ايش كمان؟ الكبد ايش وصلنا يا عبد الرحمن؟ غير الألبومين؟ عوامل تخثر، عوامل تخثر، معناتها ممكن نشوف نحن عند المريض كدمات، فسفريات، تطاول بالزمن البروتوكولي. طيب الركود الصفراوي ايش يعني؟ الركود الصفراوي ايش يعني يا شاب الصفراء؟ معناك هون؟ اول يوم. طيب اشو؟ انا بدفق الصفراء. يعني ايش بصير بالركودي؟ تعرض الاهم. الغامق ممكن البراز يصير فاتح شوي، اللون الاصفر ممكن يترافق مع حكي، ما بعرف اذا حدا اخذ معنا احد استاجرنا مبلغ كبير. الحبل نقص الألبومين. بدنا عن ست آليات، هات هو أبو نظارات كمان. الحبل ممكن لما عندك نقص الألبومين بخفض الضغط الغرواني، أو بسبب الهيدروستاتيكا بسبب زيادة الحجم الهرموني. نعم، والآلية الثالثة كانت حكينا هذيك المرة. زيادة الحجم الهرموني. توسع الرينين. قلنا الحبل بأسبابه 85% أسبابه كبدية. في أنا أسباب أخرى للحبل ذكرنا فيها قبل. أسباب الحبل؟ إيه غير الكبدة. مثل؟ ذات الرئة. أو مشاكل الكلى. تنادر الأفروز. إيش كمان؟ قصور القلب. حبل البنكرياس. إيش كمان؟ قصور القلب. سرطان البروتوان. كمان في مرض بيصير للبروتوان. سجل سجل. اما ارتفاع وريد الباب قبل وريد الباب يتشكل من وريدين، وريد الطحالي. ارتفاع وريد الباب له ثلاث اسباب في تصنيف قبل ذكرنا فيهم، قبل كبدي وكبدي وبعد كبدي. ايش هو خسره هاي قبل كبدي خسر. طيب الكبدي كبدي تجمع الكبدي تجمع بسبب الاشياء، بعد كبدي او فوق كبدي بودكياري. بودكياري لا انت رحت على اليرقان مو على اليرقان، نحكي عم نحكي ارتفاع الدوريد باب ما له علاقه بالصار. ارتفاع الضغط داخل القين الايمن. اذا قصور القلب الايمن بشكل عام او قصار الاجوف سداد وريد الاجوف. طيب هلا انت اجيت من شوي، ايش هي اسباب اليرقان؟ ايه انتي ايه هاتنا شو عم نسمع. لا انا بحكي على تصنيف اليرقان، قسمناه لقبل كبدي وكبدي وبعد اشو هي قبل كبدي كلاسيك ليبر جيل بارتي. ايه كبدي بعد كبدي ايوه. اذا اليرقان مو الارتفاع في الكوليد باب الاسباب وحسنات قناه الجامعه. طيب حكينا عن بعض الاستقصاءات وقلنا اهم التحاليل المحوريه اللي نعملها للكبد اللي اجى بجي. وكمان قلنا بالنسبه للوظيفه التصنيعيه للكبد الفيتي او الاين ار الالبومين
كنا بقول الصفراء إذا كان في إحداث مجمدي. رح نعطي عدة تحاليل لحالات مثلا مرضية ونشوف أشو مثلا التوجه أكثر شيء. وعندنا البيلوروبينا طبعا. طيب الحالة الأولى لمريض راجعنا بأعراض تعب وهن وأعراض قريب، بعدين قال إنه بولي صار غامق من يومين ثلاثة، طلبنا له التحاليل، شفنا التحاليل هاي مين يقرأ لنا إياها؟ حدا يقوم يقرأ لي أشهد والتحاليل اللي أنا كتبته. أول شيء بعدك بعدك ورا. إيه أنت عم تلف أنت إيه أخو؟ إذا مريض 30 سنة راجعك بأعراض تعب وهن وبعدين قال لك فولي صار غامق شوي، طلبت له أنت مجموعة تحاليل، هاي التحاليل، إيش هاي التحاليل؟ الألتي وأستي. أيوه برافو عليك، الألتي مني وأستي زلمي وهذا طبعاً طبيعي إحنا هون بنذكر هو طبيعي الأي 45 الأي إن آر واحد هون ألبومي مش هذا الطبيعي الألبومي؟ الكليف والشادرز هاي حدد لك بين طبيعي لأنه تختلف من كل محور. الطبيعي إلى 115 وعنده يا 115 والجمع جيتي 30 توتال بيلوروبين، هذا في توتال بيلوروبين يعني تي بي واحد والدايركس 0.7. أشو التوجه رأيك عند هيك مريض؟ هو طالع هلا طالع أنت على حالي لا تخاف يلا. ممكن الثياب كبد، ايش نوعه هذا الثياب الكبد؟ هلا راح نحكي اليوم مع الثياب الكبد. ايش هو؟ هذا الثياب كبد حاد، ليش؟ احنا حكينا في المحاضرة الماضية انه حمائر الكبد تحكي أكثر من 10 أضعاف والألبومين ما بتأثر بضل طبيعي لأنه نصف عمره 20 يوم. طيب تعال أعطينا الحالة الثانية. أول شيء بقول لك عن المريض، المريض عمره 80 سنة راجعك بشكاية ألم بطني، معي رقم كل سفراوي اقرأ لي تحاليل أول شيء إنك الـ ALT 200 الـ AST 180 الـ BT 1 ألبومين 4 الـ ALB 230 الجمع جيتين أو الجمع جلوتامين الجمع جيتين الـ TB 7 التوتال بيلوروبين 7 والدايركت بيلوروبين 6 إيش رأيك عن هيك مريض؟ إيش منحط؟ المريض طبعا ما عنده سوابق مالية لا عمليات جراحة ولا امراض الكود الصفراوي. الكود الصفراوي ايش السبب يعني؟ حصان انسداد قصدك يرقان ركودي، في فرق ما بين الركودي وما بين اليرقان الانسداد. هون البيلوروبين المباشر مرتفعين ممكن يكون يرقان ممكن يكون التهاب كبد ركود يعني قصدك مو هيك؟ ممكن. طيب ممكن يكون يرقان انسداد الداله لحصات مثلا او ورم بنكرياس خاصه ان عمر المريض كبير او ورم طرق صفراوي كولانجيوكارسينوما يعني. اذا هاي اكثر من التشخيص. طيب كيف فيني افرق انا بيناتهم؟ ايش بقول للمريض؟ بطلب استقصاء شعاعي اللي هي مثلا ايكو، عملت ايكو للمريض اعطاني الايكو القناة الجامعة قطرة 13 ملي والمرارة محصات
البنكرياس مبين على الايكو طبيعي، فمعناتها انا اشوف اكثر شيء بس في توسع للحمص هلا بقول لك القناه الجامعه 13 ملي، القناه الجامعه الطبيعيه 6 ملي، يزيد توسع هون نروح للتوسع، فانا بتوجه هون اكثر شيء انه رقم السداد وغالبا حصويتهم في مصيات مرات. طيب الحاله الثالثه تفضل زكاتك اذا قسمت على زمن او تمشي بيناتها، لان هون اسمع كثير في ميكروفون ثاني جيبه الدور، الدور في ميكروفون ثاني جيبه، عم يشكي من اعراض تعب وهن الام عضليه احيانا مفصليه من تقريبا سنين، راجع اطباء فكروا انه يعني ما في شيء، قالوا له ما في شيء، جاك عملت له التحاليل طلعت هيك التحاليل عنده التوتال بيروبين 2 الخمائر مرتفعة شوي 200 ب 140. شو بنقول أكثر شيء بالنسبة لهذا المريض توجه؟ إذا التهاب كبد مزمن ارتفاع بسيط في خمائر الكبد حتى ثلاث أضعاف أو 2 ل 3، وفي شوي الألبومين منخفض فممكن يكون التهاب كبد مزمن. هو نحن أشياء أسباب لالتهابات كبد مزمن أشوية بيجي أشبراني أشوية أشياء أسباب التهاب كبد مزمن الفيروس الفيروسات يعني. أو إذا كان بروفاي فقول لهم سبب الألبومين الحالة الأولى والثانية بس فيه الألبومين طبيعي طبيعي بين الثلاثة والنص خمسة دكتور الحالة الثالثة ممكن يكون عندهم نقلاء دم مثلا غير مباشرة ممكن يكون على ما نقول أنا ما عم أحطلها في الضابط بس بضابط طبيعي بضابط طيب اليوم راح نكمل بالتهابات الكبد الحاد والمزمن كاعراض كمزيدات سريه مخبري شعاعي زين اليرقان كتعريف هو اشو اليرقان؟ يعني هي ارتفاع بالبيلوروبينات وبالتالي ظهور اللون الاصفر اللي بيظهر عاده اذا ارتفع البيلوروبين طبعا طبيعي لل 1.3 اذا ارتفع فوق الثلاثة عاده 2.3 لحتى يظهر على العين فوق الخمسة عاده بيظهر على اليرقانات الخلقية رح نحكي عن بعض المتلازمات الوراثية للتظاهر الرئيسي هو اليرقان فقط. طبعا في امراض ثانية بالاطفال رح تدرسوها ممكن أدواء خزن الغليكوجين وهيك تتظاهر بيرقان مثل داء اللي في الكيسة، لكن احنا نحكي على بعض الأمراض اللي تظاهرها الرئيسي هو اليرقان. منقسمة لنمطين من المتلازمات اللي ترتفع فيها البيلوروبينات غير المقترنة أو ارتفاع البيلوروبين الإندايركت أو غير المباشر أو غير المقترن. المتلازمات ترتفع البيلوروبين المباشر هن الخمس متلازمات رح نحكيهم هلا. نحكي شو الفروقات بيناتهم. خبر إذا سمعتوا أو درستوا عني بالأطفال اللي لسه. تنادر جريجلر نجار نمط واحد ونمط اثنين وداء جلد. النمط الأول من هذا التنازل بصير فيه غياب لخميرة اسمها الليجوروني ترانسفيرر. مين بيذكرنا بوظيفة الخميرة؟ هاي خميرة بتطلع من الخلقية اللي بيكون تظاهر رئيسي اليرقان منذ الولادة. أولا مثل ما قلنا اليرقان ترتفع فيها بيلوروبين غير المباشر، وراح نحكي بعدين عن تنازلين ترتفع فيها بيلوروبين المباشر. البيلوروبين غير المباشر شو راح؟ شغال؟ أول شيء تنادر الجريجلر نجار نمط واحد ونمط اثنين وداء جبر. النمط الأول من هذا التنادر بيصير في غياب كامل للخميرة اللي هي الليجورونيل ترانسفيراز، وبالتالي ما في عندي قبض للبيلوروبين غير المقترن، وبالتالي ايش بيرتفع معناتها؟ البيلوروبين غير المقترن. وعادة التظاهرات بتبلش من الأيام الأولى للولادة. طبعا السبب الاشعه لليرقان بالاعمار الاولى او
الاسبوع الاول الاشهري قال الفيزيولوجيا اللي يصيب على تقريبا نسبه كثير كبيره خلال الاسبوع الاول بيتراجع خلال الاسبوع الثاني او الثالث. اذا هون البيلوروبين بيظهر من الايام الاولى وبيترقى وبيرتفع فيه البيلوروبين الاندايركت مثل ما حكينا الاندايركت بيلوروبين بيرتفع لارقام عاليه اذا ما في قبض تمام، وبالتالي البيلوروبين غير مقتلب بيرتفع بوصل لارقام احيانا بتوصل لل 20 وممكن لل 50 ملي جرام على الدسمتر. طبعا هو طبيعي مثل ما حكينا للواحد واحد فاصل تمام. ارتفاع البيلوروبين بهالارقام هاي هذا البيلوروبين بنقول بينحل بالدسم وبالتالي بيعبر الحواجز الوعائيه الدماغيه بيؤدي الى ما يسمى باليرقام النووي رح تنسوه بالاطفال يعني احد انواع ترسب بالنويات القاعديه هاي البيلوروبينات غير المباشره وبتؤدي الى اذيه دماغيه وعاده نسبه وفيات عاليه تمام. عادة هاي هيك مرضى يعني بشكل عام كشيوع نادر جدا هذا المرض. والوفيات شو رايكم؟ الوفيات عالية عادة ما بيعيش مواليد اكثر من سنة لسنة ونص يعني. الوراثة فيه عادة بنقول جسمية مقهورة يعني في اختلافات عليها بس هيك الاشياء يعني. اذا هذا النمط الاول من هذا التناسق. النمط الثاني بيختلف عنه انه في نقص ما في غياب. اذا في عندي نقص او انخفاض بهالخميرة. وبالتالي كمان نفس الحكي ارتفاع في البيلوروبين اشوف الاندايركت غير مباشر عم كسر كريات الحمراء عم تعطي البيلوروبين غير مباشر الخميره ضعيفه ما هي موجوده بشكل كامل وبالتالي عم يصير في عندي اليرقان ما عم بلحق الكبد يقبض البيلوروبين غير مباشر ويحوله للبيلوروبين المباشر. عاده بيرتفع البيلوروبين بس ما بيوصل لارقام مثل هاي عاده اقل يعني بين 18 ل 20 البيلوروبين. كمان بينحل بالحواجز الوعائيه الدماغيه بالبيلوروبين غير مباشر ممكن يحدث في رقان نووي بس عاده اللي يحدث في رقان نووي بده يكون بالبيلوروبين مرتفع كثير يعني عاده فوق 18 20 لحتى يعمل يعني ممكن يحدث في رقان نووي لكن احنا بنقول باعمار متاخره شوي تمام. الوفيات عاده بيعيشوا هذول المرضى حوالي يعني لسن الشباب عاده 16 او 18 سنه. الوراثه نفسها جسميه مقهوره. طبعا التشخيص بتشخص 100% طبعا من هون بتكون عاده وظائف الكبد والالبومين كلها طبيعيه ما في عندي غير هالمشكله هاي يعني الكبد كبني طبيعي ما في شيء. هون ممكن تعاير نطلب اذا كان طبعا هون مو متوفر معاير الخميره الليجروني ترانسفيرز مثل ما قلنا هون بتكون اشوف غائبه هون بتكون منخفضه يعني اقل من القيم الطبيعيه. واضحه الفكره؟ دكتور 16 18 سنه بيعيش المريض؟ اي بيعيش حوالي للشباب يعني 18 سنه. بنجي الى ذا جيلبرت اللي هي هون بتكون الخميره طبيعيه لكن بصير في ضعف فيها ضعف او عجز خلينا نقول عابر او جزئي بالخميره الليجرونين ترانسفيراز وبالتالي معناتها شو بصير عند المريض؟ ممكن يصير في عنده ارتفاع في البيلوروبين على حساب الاندايركت لكن الارتفاع عاده بارقام بسيطه ما بتتجاوز 6 ملي جرام على الدسمتر يعني 3 الى 6 تمام؟ يحدث رقان نووي بهيك ارقام؟ لا ما بيحدث رقان نووي. الوفيات في طبعا هذه كشيوع هون شائع اكثر نسبه الاصابه تقريبا 3-7% من مجموع السكان المقول. الوفيات شو معدل الانذار؟ هل بيعيش مريض حياه طبيعيه؟ يعني ما في خطوره على حياته. والوراثه هون بتكون قاهره جسميه قاهره. مثل ما قلنا هون بيكون كمعايره الخميره طبيعيه الا اوقات انه ممكن يعني حتى ما بتنخفض بس ضعف باداء او بوظيفه تمام. شو نهى ضعف عنيف صار الضعف؟ نعم شو نهى ضعف التعليل؟ كتعليل ما في تعليل سبب واضح الا ما في. ممكن يقول الوراثي له دور شوي بالموضوع في عوامل معينه يعني كانه طلب انه تكون انشط من هيك الخميره بتضعف عاده اكثر شيء عمليات جراحيه مثلا اندانات معينه شدي نفسي. طيب كيف بيجيني هدول المرضى مشان نحن ما نضيع رقم نحن هاي عرفنا الفروقات بيناتهم. يعني انا بيجيني مريض داء جيلبرت بيجي مريض عم بيشكي من نوى يرقان مريض بحاله عامه جيده ما عنده شكايات ثانيه ممكن يترافق النوى هاي مع الم بطني خفيف بقول لك بنزعج بتوتر بس فرع عيوني بلاحظوا اهلي انه عيوني هيك شوي يومين ثلاثه بتروح ترجع بعد شهر بعد شهرين. طبعا لازم نفرق عن اشو لا مو عن جذب عن التهاب كبد مزمن لازم انفي الاسباب الفيروسيه اكثر شيء وعن انحلال الدم يبين كان المريض عم ياكل فول خيوع بينحل ما بصير عنده صفار نفس الاليه.
بس هون الآلية إنه الدم عم ينحل بالفرق الدم الانحلالي، أما هون الدم طبيعي. إذا واضحة الفكرة، إذا المريض شاب عادة نوب يرقان متكرر مع حالة عامة جيدة، وظائف كبد طبيعية، الأعراض فقط هي نوب اليرقان، واليرقان عادة بيتحرض هدول العوامل حكينا، شدة نفسية، انتانات، عمليات جراحية، ممكن البرد أحيانا، فبصير المريض يرقان فترة يومين ثلاثة عادة وبيتراجع يعني. إذا نوب يرقان عند عادة أعمار الشاب. أما هون إذا الوليد مثلاً عمره 3-4 أيام بعد صار عنده يرقان، فكروا يرقان فيزيولوجي، أسبوعين ثلاثة بعد شهر المريض لسه عنده يرقان وعم يرتفع أكثر، البيلروبين كان 10 صار 20 بعد 7-8 شهور وصل لل 30 والمريض بلش يتعب، صار عنده واضح إنه تجاوبه مثلاً منعكساته كلها فيها تأثير، فهون شك بهذا التنازل. تمام؟ اما هون ممكن مريض نفس الحكي يرقان لكن عم يترقى لكن ببطء اكثر، تمام، وبيعيش المريض مثل ما قلنا حتى عمر الشباب عاده بيضل عنده اللون يرقاني. جتني مريضه والله عمره والله بالعشرين زيكم شخصيه بالشام يعني من ايام طفولته، هذا التنازل الرجل النجار من اثنين، فممكن يعيشوا عاده للشباب او اكثر شوي، لكن مثل ما قلنا تطلب للمريض فيروسات سلبيه، البومين طبيعي، خمائر الكبد عاده طبيعي، اذا ما في شيء غير انه هل خميرة عندنا؟ إذا واضحة هون الفكرة؟ واضحة؟ لما نرجع نعيد أول. أنا بيهمني أكثر شيء بصراحة هو داء جدر، مرض شائع كثير ومنشوفه كثير. لازم نشوف فيه إمتى؟ إذا المريض عم يراجعنا بنواب يرقى. دكتور ما في أدوية. المريض حالته العامي جيد. ما في أدوية بالنسبة له مثلا؟ تعويض الخميرة. هلا هذا ما بده علاج عادة. هذا ممكن بقول يعني إما التعرض للأشعة فوق البنفسجية اللي هي الغواصة وهيك، أو الفينوباربيتال كانوا قبل يستخدموه بس ما كثير يعني النتائج، فينوباربيتال له دور كأنه تحريض الخميرة، بس هي الفكرة الفينوباربيتال إذا هي الخميرة منخفضة يعني ما راح يكون تأثيره الفعال 100%. دكتور قلنا نشوف غير إنه الخميرة هذه، أو نشوف إذا عندك مثلا جميل بيلروبين عادي. طبعا العرض الرئيسي هو اليرقان، بس ليش سبب اليرقان؟ لأنه هاي الخميرة هذه. قد يعيش بطن واحد عم نقول بعيش السكينة للسن والمصعد. واضحة الفكرة؟ دكتور كيف بدي فرق داء جلبرت عن داء انحلال بالدم؟ عم نقول لا نحن عم نقول حسب الأعراض بقى. أنت عم أقول لك أنت عم يجيك مريض حسب بقى التحاليل الشخص المريض. يعني إذا عم يجيك مريض نواب يرقى مثل ما قلنا إذا أكل فول. ياكل فول بعدين بيتعب بيروح بينقل دم مثلا، إيه أكيد هذا مو جلبرت، هذا معناته نواب انحلالية دموية. تطلع طبيعي. سريري تشخيص قصدك مو سريري. التشخيص بالنسبة لداء جيلبرت هو سريري. وبتنفي الأسباب الثانية. تمام؟ يعني مثل ما قلنا عم يجيك مريض نواب يرقان وعلى إيكو ما في توسع طرق صفراوي طبعا، كمان لازم تنفي الشيء الانسدادي. البيلروبين مرتفع على حساب اشو الاندايركت هون بيكون ليس الدايركت وما في شيء انحلالي، فمعناته نحن امام غالبا داء جيلبرت يعني تصوص. يعني في امراض بالطب تشخيصها بضل سريري مش قد ما كان في تحاليل، التحاليل بتوجهك مثلا هذا المرض مثلا حمى البحر الابيض المتوسط راح نحكي عنه لاحقا، كمان تشخيص سريري ما في يعني تحليل تطلبه يطلع عندك خلاص ايجابي معناته في حمى. طيب في عندنا تنازلين بيرفع البيلروبين المباشر منهم تنازل اسمه أو متلازمة دوبين جنسون نادرة طبعاً متلازمة كراوتر ما راح نحكي فيهم كثير لأنه نادرة، كمان بس ارتفاع في البيلروبين على حساب الدايركت بيلروبين، كمان ارتفاع بيلروبين على حساب الدايركت بيلروبين، هون بصير في متلازمة دوبين جنسون خلل في نقل البيلروبين يعني تنتج الصفراء والأصفر الصفراوي اللي بيلروبينات من الكبد بشكل طبيعي، لكن في خلل في البروتين الناقل للبيلروبين للأقنية الصفراوية، فبصير يعني بصير في احتباس في البيلروبين بيرتفع دوت البيلروبين على حساب الدايركت، وعادة بيعيش المريض حياة طبيعية وعادة الوراثة مقهورة وفيات إذا مثل ما قلنا حياة طبيعية، لكن في عنده يرقان وعادة يرقان يعني خفيف. يحدث يرقان نووي في الحالة؟ لا ما بيعني يرقان نووي على حساب شو؟ غير مباشر. هاي بالنسبة لدوبين جونسون. رودر كمان يرتفع البيلروبين على حساب الدايركت، كمان بيعيش المريض حياة طبيعية. في خلل هون بتخزين البيلروبين
في تفريق بيناتهم اختبار ما كثير مهم بروموسيون التالي. اذا هاي بالنسبه لليرقانات هاي يعني الاهم هلا طبعا راح تدرسوا انتم بالاطفال بالنسبه للامراض الثانيه لاحد تظاهرات اليرقان، لكن احنا عم نحكي هون متلازمات التظاهر الرئيسي لها والوحيد يعتبر تقريبا هو اليرقان. تمام، هون بصير متلازمة دوفين جونسون الكبد من كله بالخزعة، بصير كبد شوكولاتي بسبب تراسب يعني تراسب البيلوروبين كثير بالكبد والكلى الكبدي، فبياخذ المنظر الاسود بالخزعة متلازمة دوفين جونسون. واضح هون الافكار؟ عادة ترتفع عشرة اطراف. طيب ممكن نشوف التهاب كبد حاد بتكون خمال الكبد يعني ما مرتفع كثير، ممكن يكون بدايته او ممكن يكون المريض جاك بعد 10 ايام او بعد اسبوعين من الاعراض تكون خمال الكبد طبيعي. التفريق بيناتهم هي الهدي، الحاده هي اقل من 6 اشهر، اما المزمن استمرار العامل الممرض اكثر من 6 اشهر. يعني المريض عنده التهاب كبد حاد، التهاب كبد بي، بدي اعرف انا حاد ولا مزمن حسب ايش قد له. إذا كان المريض بجوز عم بيقول لك أنا عملت والله مرة تبرع بالدم وقالوا لي معك فيروس بالكبد من 10 سنين. تمام؟ فمعناته هذا عنده التهاب كبد مزمن، بجوز يجيك التهاب كبد حاد على أرضية مزمن بجوز يجيك. تمام؟ لكن إذا التفريق بيناتهم هو الاستمرار وجود العامل الممرض أكثر من فترة 6 أشهر، فبنقول له هذا التهاب كبد مزمن. طيب التهاب الكبد الحاد راح نحكي أول شيء بشكل عام، بعدنا راح نحكي عن التهاب الكبد المزمن كمان بشكل عام. التهاب الكبد الحاد هو أذية حادة بالخلايا الكبدية، عادة بتكون نخرية. طبعا إلى أنواع ثانية له. أسبابه بشكل عام، شو هي أهم أسباب التهاب الكبد الحاد؟ التهاب الكبد إيه؟ أهم أسباب هي الفيروسات، وعلى رأس التهاب الكبد الحاد اللي بيجي على جائحات أو كذا، راح نحكي عنه كمان بعد شوي. طبعا البي سي دي اي كله ممكن يعملوا بعض الفيروسات السي ام في والاي بي في، حتى الكوفيد ممكن يعمل التهاب كبد حاد. ايش كمان في شيء من الادويه؟ بجوز المريض اخذ جرعه سيتامول زياده. اذا ادويه، ايش كمان غير الادويه؟ كحول، جرعه عاليه من الكحول ممكن تاخذ مريض التهاب كبد كحولي حاد. وممكن اذا كان عم ياخذ بشكل مزمن يصير التهاب كبد كحولي مزمن. تمام؟ ايش كمان؟ في شيء اسمه التهاب الكبد المناعي الذاتي. في احيانا بعض الفطور ممكن تعمل التهاب كبد حاد، سموم يعني سموم الفطور. ايش كمان؟ في شيء اسمه التشمع الصفراوي اللي ممكن يظهر بشكل حاد بس عادة بشكل مزمن اكثر. في داء ويلسون راح نحكي عنه لاحقا ان شاء الله. ترسب النحاس ممكن يعطي حاد، ممكن يعطي مزمن، ممكن يوصل للتشمع الكبد. طيب الموجودات السريريه لمريض التهاب الكبد الحاد، ايش ممكن نشوف عن المريض التهاب الكبد الحاد؟ ارتفاع الموجودات السريريه الاعراض يعني هلا هذا عارض رايك بيجيك المريض بقول لك انا عم بشكي انه عندي اذا نحن في عندنا اعراض، في عندنا علامات، في عندنا في عندنا بقى موجودات او استقصاء خلينا نقول للتشخيص سواء مخبري او شعاعي. الاعراض اللي بيجيك فيها مريض التهاب الكبد الحاد نحن بنقول في عندنا اربع اشكال لانه يجينا مريض التهاب الكبد الحاد. الشكل الاول هو الاشياء بصراحه انه يجي غير عرضي، يعني يجي اعراض تعف وهن قريب بس ما بشي. نحن بنقول انه اكثر من 95% منا نصبنا بمرحله ما من حياتنا بالتهاب كبد حاد، غالبا هو الامر. تمام، خاصه بالمدارس بالتعف هلا بالمخيمات مثلا بيجي جائحات على ذلك. هذا الشكل الاشياء اللي هو تقريبا بنقول 85% من حالنا. 85% من الحالات بنقول له غير عرضي، غير عرضي لانه ما في اعراض وصفيه للكبد، يعني غير عرضي انه اعراض عامه. الشكل الثاني اللي هو الشكل الوصفي او النموذجي، كيف بيجيك المريض؟ ما بعرف اذا حدا منكم كان معنا بالمريض المباح. تفضل، كيف كان جانا مريض التهاب؟ قول له غثيان، حمى. اذا اعراض عامه هي حمى، اول شيء قال لك اخذت ابر حتى التهاب وفكرت قريب. الم غير الام عضليه، الم بطني،
غثيان الام مفصليه تمام. وبعدها بعدها صار عنده كمان صار عنده سهر وبعده صار عنده اليرقان لون اليرقاني والبول الشمال قال لك كيف بول بول احمر غامق. اذا الطور الوصفه او الشكل النموذج او الوصفه لالتهاب كبد حاد هيك بيجي المريض باعراض عامه. نحن بنقول يعني اذا انت شاكك في التهاب كبد حاد ايش اكثر سؤال لازم تساله للمريض؟ هي لون البول. لون البول اذا عاده يعني التهاب كبد حاد بيتغير البول للغامق تمام. ليش؟ يعني اذا شكل النموذجي هو هيك بيجي المريض عاده اذا كان فيروس حضاني اول شيء او اذا كان دواء تناول جرعه كبيره من الادويه مثلا. بعد الاعراض العامه اللي هي التعب العام والالام العضليه المفصليه بعدها بيتلوها لون البول الغامق واللون اليرقاني. وبعدها اشو القاعده بالنسبه لالتهاب كبد الحاد؟ شفاء. هو الشفاء. شفاء خاصه لما عملنا فيها شكل سبب الاشعه والفيروسات او الاعراض. اما الشكل الثالث اللي هو تقريبا 1-2% من الاشكال اللي هو شكل المقل الركودي او اليرقاني يعني من اسمه ايش بيصير عند المريض معناته؟ ممكن يصير عنده الاعراض هاي وبعدين يصير عنده اليرقان واليرقاني طويل ويوصل لارقام عاليه بالركبه. عندي مرضى مريض ما في شيء عدل التهاب كبد يعني ارتفع خمال الكبد شوي تعب شوي تحل الكبد ارتفعت والبيلوربين ارتفع خمال الكبد رجعت للطبيعي لكن البيلوربين ارتفع فجأة. البيلوربين عنده وصل عندي مريض 30 بيلوربين تخيل معي الرقم هذا. طبعا بيكون مختلط البيلوربين مرتفع لانه السبب كبدي عادة بيرتفعوا اثنين الدارج والانتاج. والاعراض الرئيسيه بيقول لك مريض يا اخي مزعوج من حاله وبيطلع على المرايه لوني اصفر مثل الليمون بيشوفني بيقول لي ليش هيك لونه تمام وما عنده الم بطني ما ضل في الم بطني وخمارك كمان حتى رجعت للطبيعي وممكن ايش كمان يترافق لي رقم كالعاده ما حكي. طبعا هون انت لازم تنفي السبب الاشو لليرقان السبب الانسداد رجع اخي المريض بحصه بالقناه الجامعه وتطور ارتفعت شوي خمار الكبد وبعدين ضل الصفار لانه مسدود القناه فلازم تنفي الانسداد بالايكو طبعا ايكو اللي ما في السبب الانسدادي. اذا واضحه اذا الركودي او اليرقاني بيجي المريض باعراض اليرقان العرض المسيطر عند المريض بيكون اليرقان واليرقان مثل ما قلنا بيترقى لكن عاده بيتراجع خلال شهر لثلاث اشهر نادرا جدا من قبل ست شهور بيتراجع بعد. طيب الشكل التالي اللي هو تقريبا لو نقول 1% حالة خاصة من التهاب الكبد هو الشكل الصاعد واللي بترافقه مع معدل وفيات عالي بتوصل ل 70-75%. شو الأعراض الأهم؟ طبعا نحن ممكن المريض يعدي هون وبعدين يعدي لهون أو لهون يعني ممكن يجيك مريض بالتهاب كبد حاد وبعدين يصير عنده أعراض التهاب الكبد الصاعد. أشوي التهاب كبد الصاعد؟ خلي يكون معي يا شباب على نحن عم نحكي محاضرة خلي يكون معنا استوعبوا بعدين بتدرسوا. ايش هي اهم الاعراض اللي بتخلينا ولازم نسال عنها كل مريض خاصه عند الاطفال يعني لازم تسال انت الاهل. اعراض عصبيه. اعراض عصبيه. اعراض عصبيه بصير عندي اعتلال بصير عنده نزوف بسبب ايش في الطاوله؟ طاوله الفي تي الاي ان شيء اذا هذول الشغلتين الرئيسيات لتشخيص التهاب الكبد الصاعد اللي هو نسبته قليله وهون المريض بصراحه بده يعني عاده زراعه الكبد نسبه وفيات عاليه. حكيت لكم ديك المرة كان عندي مريضة طفلي والله بنشفى المحافظة نفس الأعراض والله التهاب كبد حاد أول شيء بعد فترة راجعتنا المريضة عم تنام كثير أغلب وقتها نايم الأي إن آر كان 7-5-6 ما أتذكر الأي إن آر طبيعي طبعا هو واحد نقل بلازما وفيتامين كي وإلى آخره ودوفولاك طبعا شراب هذه مشان اعتلال الدماغ الكبدي وحولناها تركيا عدة مرات آخر شيء توفى توفت صور كبدي حاد تالي التهاب كبد صعب كان سبب عند الإصابة التهاب كبد هو نفس اعتلال دماغ الكبد راح كان له بخاطر ان شاء الله تشمع الكبد اعتلال دماغ الكبد في منه درجات بتوصل اخر شيء الدرجه الثالثه انه المريض اغلب الوقت نايم بس على الالم لحتى يتنبه الدرجه الرابعه المريض سبات ما صار طبعا ارتفاع الامونيا إذا واضحة الأشكال الأربعة ممكن نشوف التهاب الكبد الحاد فيها نرجع نقول مريض التهاب الكبد الحاد الشكل الأشع هو الغير عرضي اللي هو أعراض عامة يعني فقط. الشكل الثاني اللي هو الشكل النموذجي اللي بيجي بالمريض بأعراض عامة ثم اليرقان ثم عادة الشفاء
استمرار اليرقان او ممكن يكون اليرقان العرض الرئيسي، وهون بيترافق البيلروبين ارتفاع بقيم البيلروبين مع انه خمايا الكبد ترجع للطبيعي. اليرقان هو العرض الاهم، الحكي تمام، وهذا الشكل الركود اللي بنشوفه في 1% تقريبا من الحالات، والشكل النادر الاكثر ندره هو الشكل الصاعد من قيام الكبد الحاد اللي بيترافق مع اعراض عصبيه وتطاول بالاينام. لكن احنا بنقول اشو اهم عامل بالانذار بتحديد الانذار عن مرض التهاب كبد الحاد؟ حكينا هذيك المره. هذا السؤال بيسال كثير يا اخي، انا بيجيني باليوم مثلا احيانا وقت الجائحه بيجيني كل يوم 10 مرضى التهاب كبد الحاد، مين بدي اعرف انه هذا في خطوره عليه وبدي انبه الاهل وبدي كذا او اقبله بالمشفى، ومين ما في داعي اقبله بالمشفى؟ هي الاي ان ار وهي الاعراض العصبيه وليست خمايا الكبد. بنرجع بنقول خمايا الكبد لها دور في التشخيص وليس في الانذار، تمام؟ طيب اذا هاي بالنسبه للاعراض اللي بشوفها عن مرضى التهاب الكبد الحاد. طيب ايش العلامات ممكن اشوفها انا بالفحص؟ فقدان وزن، اذا التهاب كبد الحاد يفقد وزن، فرض فقد وزن بسبب الاقياءات او بسبب الشهيه ولا انت اليرقان، اذا اليرقان هو يعتبر عرض وعلامه، يعني ممكن يجي المريض عم يقول لك انا عم اشكي من اليرقان، هذا يعتبر عرض، ممكن انت ما ينتبه على حال المريض لتطلع بعيونه لتشوف اللون اليرقان. اذا اليرقان حمام راح يشوفها بالتهاب كبد الحاد؟ لا، بطن خشبي. بطن خشبي؟ شوف بطن خشبي بالتهاب كبد الحاد؟ لا. ممكن شوف بالفحص شو بيطلع عندي بالكبد؟ ممكن شوف ضخامة كبدية خفيفة، ممكن ما شوف طبعا. ضخامة عقد. ممكن شوف ضخامات عقدية بسياق انتان فيروسي مثلا، حتى ضخامة اطحال خفيفة مثلا. ممكن يصير حمل خفيف احيانا يعني يصير عند بعض المرضى. ممكن شوف اثار حكي. اي ممكن طبعا حكي، يعني اثار الحكي اللي هي سحب على مثلا الصدر او على البطن. ممكن اذا كان مثلا مريض عندهم مرضى هذول التهابات كبد بي وسي باوروبا اكثر شيء بينتقلوا بسبب الادمان، يعني ابري وحده بيستخدموها 10 20 واحد، ممكن لاقي اثار مثلا يعني طبعا. ممكن يشوف الاعراض العصبيه هي تعتبر علامات اذا كان المريض عنده رجفان خافت مثلا، ارتياد دماغي كبدي يعني رجفان خافي. مثلاً. هذا التهاب كبد صعب. هاي تسولة تبعت القصور كلوي. القصور كلوي تماما. كمان مرة قصور كلوي. إيش بدي؟ بيصير عندهم. بيصير عندهم التهابات كبد فيروسية عندهم سبب يعني جسم التحرك. طيب إذا أنت خلينا نقول جاك مريض فحصوا له حقيقة يرقان، جاك أعراض تعب وهن وبعدين صار عنده بول وغامق، فحصوا عنده يرقان خفيف، أنت توجهت للتهاب الكبد. توجهت للتهاب كبد، ايش بدك تطلب له استقصاص؟ لحتى تشخيصا او تنفي بجوز يكون يطلع له. اذا رقم واحد هي لحاله محوريه وعلى راسها خمايا الكبد. اللي هي الاتش اي بي تي والاجيرو. والبيلروبينات. وكان مصطلح هلا بدنا نحكي هذيك يعني تعتبر استقصاص. هاي العام. طبعا السي بي سي لازم فيها بلكي كان حلال دم يعني. تمام. عادة بالسي بي سي خلينا نقول وحدي وحدي ممكن ترتفع شوية كريات الضيق على حساب اللمفاويات أكثر، لأنه غالبا إذا كان إنتان فيروس. الجي بي تي والجي بي تي عادة بيرتفعوا لأكثر من 10 أضعاف طبيعي مثل ما قلنا في الجي بي تي، وعادة الآل تي أكثر من الآل تي إلا بعض الحالات مثل الكحول أو مثل المناعي الذاتي أو داء ويلسون أو الأدوية أحيانا بيرتفع فيهم الآل تي أكثر من الآل تي. طبعا احنا بنقول إنه الآل تي بشكل عام أكثر نوعية مثل هيك. البيلروبين عادة بيرتفع بأرقام عادة خفيفة يعني 5 إلى 6، لكن ممكن يوصل بالشكل الركودي مثل ما قلنا الأرقام عالية أحيانا توصل لل 3. ايش كمان التحاليل؟ دكتور الآي إن آر الآي إن آر مثل ما قلنا هو بدلني على الإنذار، يعني مثلا اجت خلينا نقول أم جايبة طفلة عمره 3 أو 4 سنوات عم بتقول لك عم يشكي شايفه من تعب وهيك لاحظت إنه بوله مثل الشاي صاير يعبروا عليها العامية هو بول لون غامق مثل لون الشاي. طلبت له تحاليل طلعت خمايا الكبد مرتفعة، بقول لك يا أخي في خطورة عليه في طلع خمايا الكبد خلينا نقول 2000. خافت الأم كثير إنه 2000 هو الطبيعي 40. ما بدل على الإنذار. إذا ما بدل أشو اللي بدل لك هون؟ بسألة عن الأعراض العصبية لأنه هو الطفل ما راح يشكي، ما بقول لك أنا بنام كثير. بدك تسألها إنه عم ينام عم يخربط مثلا بهلوس أحيانا. إذا هاي الأعراض العصبية معنا. طيب ايش كمان ضل عندنا تحاليل؟ البومين بيتاثر على التهاب كبد الحاد؟ لا لا بس ما بيلحق
مو طبيعي، مو ضروري تصل. الكم يا تنين ليش كنت متاز من فروزي بيجيك بعراض تعب ويرقم؟ لا بيجيك بعراض تاني اللي هي هلا اليوم شفت مريض ايش عنده حبن والله مزر هو ازمات عادة تكون الترجيح صباحي يعني ممكن يكون سكري او ممكن يكون غير سكري اذا هاي اهم التحالي المحورية اللي ممكن انا اطلبها طيب شو عاعي شو مين طبعا مثلا جانا احنا عم نقول انه احد الاشكال اللي جينا فيها مريض بشكل ركودي وجاك مريض باعراض الاهم اللي يرقام طلبت له بالروبين طلع خيو قلت له بالروبين عنده 60 والدارك بالروبين طلع 50 طلبت له خمال الكبد مرتفعة بس يعني ما كثير 400 فهون الايكو شو فاتوا الانسدادي كشف موجودات الشعاعي والتهاب كبد الحاد اللي بتأكد طبعا مو بتأكد بتوجه نحو التهاب كبد الحاد اللي هي ممكن نشوف ضخامه كبديه عاده بالايكو شحاد 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 الكبد ضخامه الشعاعي يعني نحن بنقول الايكو اكثر شيء بالنسبه للامواج فوق الصوت يعني ضخامه كبديه ممكن نشوف مثل ما قلنا ضخامة عالية خفيفة ممكن نشوف سماكة بجدار المرارة هاي بنقلها سماكة ارتكاسية بجدار المرارة تشوف أحيانا وزنة بالأقنية الصفراوية بتحس إنه الأقنية جدارها هيك لماعة زيادة سماكة بجدار المرارة مع وزنة بالأقنية الصفراوية ممكن نشوف ضخامة عالية خفيفة ممكن نشوف أحيانا بصير ارتشاح للسائل الجوف البرتوان حبن عادة خفيف كمان يعني هاي الموجودات اللي ممكن نشوفها بالإيكو طيب بيفيدني مثلا طرق المحور مشان ما في يعني بطلب على الارتياح بحال شكل روبي لا اذا انت مثلا يعني في عندك شك بشيء ثاني وما بين عندك على الإيكو على ممكن خزعات خزعة كبدية ليش بدي اياك مثلا انت انت بدي اقول لك انا الاوقات الجاي حاسس اليوم بجوز يراجع المشافي والمرضى مثلا بدي لحالك حوالي 1000 او 2000 مريض لا مو شكل روتين تمام ليش ايمتى بطلب بدي خزعه كبد مريض مثلا جاك بدي اياك بتحط ضل عنده الالتهاب انت عم تراقب بست شهور المريض لسه عنده ارتفاع القمار كبد لسه عنده اعراض لسه عنده يرقه هون احيانا بنقول انه التهاب الكبد المناعي ذاتي بيجي بعد هجمه التهاب الكبد حاد هلا بهالطريقه هاي او بيكون يا اخي التهاب الكبد هذه الحاد يعني بداية لمرض اسمه داء ويلسون مثلا بيجيك المريض بالتهاب كبد حاد تمام يعني القصد من الفزعه هي فائدة التهابات الكبد المزمنه اذا ضل العامل مرض اكثر من فتره 6 اشهر اما التهاب كبد حاد عاده يعني ما في ضروره طيب واضحه هون الفكره اذا كيف بيجي التهاب كبد حاد ننتقل للنوع الثاني من نوع الالتهابات اللي هي التهابات الكبد المزمنه طيب مثل ما حكينا هون راح نحكي أسباب التهاب الكبد المزمنة شو هي أهمها؟ الفيروس هون إيمول أ والفيروس سي هي فيروس بينما نحن نقول هلا الأ والإي ما في إزمان فيهم ما في عمر دكتور بس سكر يمكن أخذنا في الشيء الماضي إنه سي لا يزمن أدوية أحيانا إذا المريض عم ياخذ أدوية مزمنة مثلا أدوية السكر مثلا أدوية مخبطات المناعة أدوية هيك بتتاخذ مدى الحياة على ممكن تدخل المريض بالتهاب كبد مزمن طبعا الكحول سبب كثير هام التهاب الكبد المزمن ممكن يعمل حاد ممكن يعمل مزمن وهذيك الأسباب الأخرى اللي هي مناعة الزائد ويلسون صباح دموي عوز الفواعد التبسين راح نحكي بعدين عن الناش أو النافذ اللي تشحم الكبد غير الكحولي وفي اسباب احيانا بتضل مجهوله صراحه يعني تطلب للمريض كل الاستقصاءات ومريض عنده التهاب كبد مزمن بالخزعه لكن ما يبين سبب تقريبا بيقولوا حوالي 7% اذا هيك اسباب كموجودات او اعراض اشوف كيف بيجيني مريض انا التهاب كبد مزمن انا اهم اعراض التهاب كبد مزمن هي التعب بيجيك المريض بشكل تعب مزمن مثل ما قلنا بجوز يفكروا المريض عادي يعني بسبب العمر او الجلد او التعب يعني بسبب الشغل فاذا التعب هو العرض الاهم له ونحن بنقول هيك كل مريض عنده تعب مزمن يجب يعني اجراء دراسه كبديه للمريض
طيب ممكن يجيك المريض بيرقان او عادة يصير، بس اذا كان طول تشمر يعني عادة بالمراحل. اذا كان بس التهاب طبعا احنا بنكون اشوف التهاب في الكبد المزمن تشمر. ليش احنا بنقول مريض التهاب في الكبد المزمن بده مراقبه على طول مثلا؟ عشان اذا كان وصلنا للتشمع نعرف، او يعني نحاول قدر الامكان ما نوصل لمرحله التشمع اللي هو بيعتبر نهائي لاي اف كبدي مزمن. تمام؟ بصير التهاب كبد حاب يعمل تشمع؟ ما بصير الا اذا صار مزمن، يعني طلع العام اليوم اكثر من 6 شهور بعدين. على نهاية تشمع الكبد ما بصير بيوم وليله. تمام؟ هو نتيجه لمثل ما قلنا لافي مزمن، عادة التهاب الكبد بي بده يعمل تشمع شقد؟ اكثر من 10 ما بين 10 20 سنه احيانا، 15 20 سنه واكثر احيانا. طبعا اذا صار ممكن يصير تشمع ممكن لا. السي عادة كمان حوالي 10 سنين، المناعة الذاتية بده أحيانا 5 سنوات ليصل للتشمع. فإذا التشمع يعني هو نهائي والكحول بده ما يلعب في السي. الحكي ممكن قلب البطني، ممكن يصير صار عنده مريض التهاب كبد مزمن ضخامة كبدية، تضغط على المحفظة تعمل له ألم بطني عادة مرافق أيمن، أو ممكن يترافق هذا الألم مع غثيان مع أحياء إلى آخره. طبعا هو إذا هاي الأشكال السريرية الأهم. العلامات إيش بشوف علامات عند المريض؟ ممكن شوف ضخامة كبد متضخم، ممكن ما شوف، ممكن يكون الكبد متضخم ضامن إذا صار تشمع عادة بالتهاب ما بصير. فممكن نشوف إذا ضخامة كبدية فحص مثل ما قلنا يرقان، ممكن نشوف علامات تشمع الكبد إذا المريض يعني معروف إنه التهاب كبدي وجاك بعده عم بقول لك عم يكبر بطني أنا على أساس إنه ما معي شيء، معناته صار عنده دخل التشمع وعلامات التشمع اللي هي كلياتها سواء الضفر والأظافر البيضاء والحبب والجلد الوعائي والاعتدال الدماغي الكبدي ومال الراحي، يعني علامات التشمع كلياتها ك يعني اختلاط التهاب الكبد المزمن كاختلاط التهاب الكبد المزمن. في علامات كلها يمكن نشوفها. طيب ايش الاستقصاءات انا بطلبها للتوجه للتشخيص؟ تقريبا نفسها نرجع لخمال الكبد تكون هون تكون مرتفعه او ممكن تكون حتى طبيعيه، يعني البيلوروبين عاده بيكون طبيعي الا اذا مثل ما قلنا صار تشمع. تمام؟ الاي ان ار كمان بيكون طبيعي الا اذا صار تشمع. الالبومين عاده بيكون طبيعي كمان. البيلر ممكن ينخفض شيء بسيط. البيلوربين كمان عاده بيكون قول بيلوربين حكينا عنه طبيعي. عاده نحن قلنا الاسباب الكبديه بترفع الاثنين البيلوربين المباشره. طيب كيف بدي اشخص التهاب كبد مزمن؟ طيب انا عم بقول انه ممكن اشوف ممكن ما اشوف. خزعه اذا التشخيص هو خزعه الكبد. خزعه الكبد طبعا في تصنيف يستخدموها اطباء التشريح المرضي حسب الستيج والجريد. حسب مراحل المكان اذا كان التهاب واصل للمسافات البابيه الا لا، اذا واصل للوريد المركزي في درجات طبعا، او انه يكون طبيعي حسب الرقم. لا اذا انت شايف انه التهاب كبد مش يعني، اما اذا كان طبيعي لحاله ما بتعمل خزع الا اذا في شيء. طبعا لك هلا عم بقول الاسباب الاشياء هي التهاب الكبد بيجي. كيف بيجيك مرض التهاب الكبد المزمن او كيف انت متشخص؟ انت عم تقول لي انه مثلا بجوز التحاليل كلها طبيعي وبجوز انه بشوف شيء. يعني بيجيك مريض عمره خلينا نقول 50 سنه، اجاك بتعب وهن، قال لك انا من 6-7 شهور لاحظت على حالي عم بتعب، ما يعني كانت همتي غير هيك قبل، عملت له تحاليل طلع عنده ال ال تي 80 تمام، طلع عنده الـ AST 65. سألته أنت الكحول شيء؟ قال لك يا أخي أنا ما بشرب، حياتي ما أشرب. أعتمد على الضمائر بس فأخذ ساعة بفضل أعتمد. لا 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 أحكي هلا مريض إجاك مريض إجاك، لا لا ما يكون فيها أطال بيرسي تماما. إذا سراب الأشياء إذا أنا شاكك بشيء مزمن هو الفيروسات هي الفيروس، ممكن تطلق المريض تحليل الفيروسات يطلع إيجابي مثلا سي، خلص بيفسر اعراضه يعني. تمام؟
وعلى العكس ممكن يجيك مريض مثل ما حكينا، مريض ما في شيء، حكينا بالاستاج للشباب، جاك بنزف دوالي، نزف هضمي علوي، رقياء مدمع، عملت تنظير طلع دوالي مريض، رجعت بقى عملت له ايكو، عملت له تحاليل طلع عنده فيروسات البي ايجابي، المريض قال لك انا عم بشكي من تعب، يعني بجوز يجيك مريض الفكره ما بيجيك بالالتهاب الكبد، بجوز يجيك فورا بالتشمع، لانه مثل ما عم نحكي يعني ممكن يكون غير عرضي او العرض البسيط هو التعب يعني. فممكن ما يعني صعب هون تشخص المريض، ممكن يجي بالاختلاطات اللي هي تشمع الكبد. تمام؟ بدون فزع؟ الاضباط الفيروسات بدون فزع شوي. اذا كان ممكن هذا المريض جاك وعملت له تحليل الفيروسات طلع بي ايجابي، خلص معناتها هذا التهاب كبد بي مزمن. طبعا في هلا ضل عندنا وقت اليوم نحكي في واسمات التهاب كبد بي، مشان يميزوا ما بين حاد ولا مزمن. شوف رشاحة رشاحة التهابية عادة من باب المسافات البابية أو حول المنطقة المركزية، هذا درجات طبعا. طيب إذا هاي بالنسبة للاستقصاءات المخبرية الشعاعية، نحن عقلنا أكثر شيء بفيدنا هو إيه؟ طبعا في استقصاءات ثانية إذا كان أنت شاكك مثلا داء صباغ الدم الرنين مثلا بفيدك، بيعطي ترسب حديد بالكبد، إيكو ممكن يعطيك أشو؟ يعطيك ضخامة كبدية خفيفة. وإذا كان رأس المريض للتشمع بقى هون تشوف الأعراض الثانية، رأس المريض الثاني اللي حبن، الضخامة الحالية الثانية لارتفاع توتر وليد الباب، تعرج بحواف الكبد، ممكن يكون عندك الكبد يصير ضامر وممكن مش مثل ما قلنا بمراحل التشمع الكبدي. مثل ما قلنا بضرب تشخيص هو الخزعة الكبدية. هل كل مريض التهاب كبد مزمن بده خزعة للتشخيص؟ لا. يعني إذا أنت مثل ما قلنا هذه مريضة طلع كله فيروسات طلع بي إيجابي، خلاص خلاص يعني هذا التهاب كبد معناته بي مزمن، والمريض ما عنده أعراض حادة وخمائر ما كثير مرتفعة أكثر من 10 أضعاف نقول التهاب كبد حاد. تمام؟ طيب واضح هون الفكرة التهاب كبد حاد والمزمن؟ طيب دكتور إذا في إذا في الأنتي بودي للبي والسي إيمتى تنطلق الفزع؟ كويس هذا السؤال. أنا عندنا إذا في إذا شو اسمه الخمائر راح تدل على التهاب الحاد، وشدة الإنذار تدل على الآي والآي إن آر، والمزمن تدل عليه الأنتي بودي للبي أو سي. الفزع شو دوره؟ تظهر علامة التشمع. مين بقول إيش دور الفزع في السمو؟ فقيم. ممكن مناعه زائده او ممكن ويلسون. اذا تماما احنا اول شيء الفزعه بتفيدك تشخيص سبب التهاب الكبد، بجوز يكون مو بيجي اذا كان عندك ايجابي، مو هيك؟ ولا لا انت سؤالك اذا كان ايجابي ليش بنعمل فزعه؟ لا اشو ليش بنعمل فزعه بشكل عام؟ ايجابي مو اصلا طالب الفزعه بشكل عام سؤالك. لا مو هلا جاوبك كل شيء كله سلبي نتوجه على الفزع. هيك كله سلبيات نتوجه على الفزع. الفزع بتفيدك درجة من الإصابة. طبعا بالنسبة لالتهاب الكبد راح نحكي عنه إن شاء الله لاحقا. الخزعة في لها استطبابات معينة بس كانوا قبل يستخدموها كثير، إنه كل مريض التهاب كبد بي لازم يعملوا خزعة. أنا لا حتى أعرف وين أنا واصل، وين درجة الجريد والستيج اللي هي الالتهاب والتليف يعني. تمام؟ مثلا ستيج بيقولوا كل وحدة فيها من 1 إلى 4. طبعا هذه معي أنا بحكي لك تشريح مرضي. إذا كان 4 معناته أنا واصل التليف والتشمع يعني. إذا كان أقل معناته أنا درجة بسيطة هسه. يعني بفيدك بتحديد الدرجة. وهلا بصراحة الطب بشكل عام أشو حداثته وتطوراته؟ إنه يقلل من الاستقصاءات الرادة. بيقول لك يا أخي خزعة كبدية بفرد مرة عملها للمريض، ليش؟ استعانوا عنه بشيء اسمه لفحص التليف، مثل صورة تقريبا مثل صورة الطبقي. يعني بيعطيك هذه درجة التليف. فإذا نحن الاستقصاءات هاي يعني نخليها بصراحة فقط لمرضى يعني خاصين. مثلا بالنسبة لالتهاب الكبد بي، ليش أنا بطلب الخزعة؟ مريض عنده ارتفاع بخمائر الكبد، بطلب أنا قبل الخزعة في تحليل اسمه البي سي آر، راح نحكي عنه إن شاء الله بحث التهاب الكبد بس ما دام سألت هلا. إذا كان البي سي آر عندي عالي والخمائر عالي الآتي والآتي، فهون المريض أنا بقول بده علاج بدون خزعة. بينما إذا كان واحد منهم هذه عالية والخمائر طبيعية مثلا، تمام، فهون ممكن نرجع انا للخزعه لشوف درجه الالتهاب. اذا كان في عندي فعاليه التهابيه منقول فهون بعالج المرض، او العكس مثلا بي سي ار مرتفع شوي والخمائر خيو طبيعي لكن بي سي ار عالي شوي
فأنا بدي أعرف مريضي بده علاج إلا لا، ممكن هون ألجأ للخزعة لتأكيد يعني إيش قد درجة الالتهاب والفعالية الالتهابية. إذا كان مقول إحنا فعالية الالتهابية شديدة بده علاج المريض، إذا لا ما بده علاج. تمام؟ نفس الحكي بالتهاب الكبد مناعي ذاتي أو بالتشمع الكبدي مثلا، مثل ما عم نقول تشمع الكبد معاون ما يعني ما بيجيك بالأعراض الوصفية. يعني في كثير مرضى عندهم فقط ضخامة حالية، ما في عندهم الكبد مبين على الإيكو طبيعي، طبعا يعني التشمع من إحنا قلنا بالاستاذ ما بيشخص بالإيكو، يعني مو شرط كل مريض عنده تشمع كبد أنا أشوف موجودات عنده. فهوني ممكن تلجأ للخزعة لتأكيد التشخيص، في تشمع كبدي إلا ما. تمام؟ إذا هاي بالنسبة ليش بعمل خزعة لمريض التهاب الكبد بي؟ إذا خزع إلى استطلاعات خاصة عن مرضى التهاب الكبد بي أو شيء. التصرفون إيه هون خطب خزع، إذا كان في عندك بؤرة مثلاً أو آفية على الكبد أنت شاكك فيها. إيه هذا موضوع تاني. طيب. خلنا نأخذ الصراحة 5 دقائق. شو تساعد؟ 1:10. طبعاً تأخذ بس مشان ما نطلع. طريقة شو ما؟ شو ما مشان نشوف كل العوامل الأوروبيين يمكن عنده طبيعي. إحنا قلنا التنازلات 4 ممكن تشوفها مجتمعة، ممكن تشوف واحد منهم. جزء يجيك من التهابات كبد لكثير أسباب، يعني على رأسها أشعة فيروسية، أسباب ثانية أمراض وراثية أسبابي. كالتهابات كبد فيروسية في عندنا فيروس اسمه محب إلى الكبد. يصير الكبد الخاصة لـ A و B C D و E. تمام؟ طبعاً في عندنا أسباب تانية للالتهاب الكبد الفيروسي، أنا أقول فيروس ما في أسباب تانية سابقة هذول اللي مثل ما قلنا C D B و A B B كوفيد فيروس من حمى صفراء الكوفيد إلى آخره. التهاب الكبد الفيروسي راح نحكي على هذول 50 هلا لأنه هذول الأشياء. أول شيء التهاب الكبد العام. طبعاً هو الفيروس بيجي شكله كروي عادةً، المادة الوراثية فيه الآخر يقاوم حموضة المعدة وبينتقل بطريق أساسي هو الطريق الفموي الفرازي. كيف يعني طريق الفموي؟ كيف ممكن ينتقل معناته من المريض الثاني؟ يعني مثلاً الأطفال مثلاً الأطفال تلوث إيديهم بعدين يحطوا تمام تمام المي هلا فيها بعض الضرر تقول سلام هاي. فإذا الانتقاد والفموي الغازي العدوى عفوا والانتقاد الحضانة، يعني مجرد يصير عنده الفيروس بجسمنا تشتد ويصير له يعطي أعراض تقريبا بيكون ما بين 2-6 أسابيع وسطين أسبوعين 4 أسابيع تقريبا أو شهر. وهذه كمان نقطة مهمة، في كثير مرضى بقول لك والله كان أخوه من صابق بس كان من شيء شهر أو أكثر، هلق يعني هلق لحتى صار معه عادة. لا، هي العدوى لحتى تعطي أعراض لحتى تصير الأعراض هي ممكن فترة الحضانة ما بين إنه ينتقل الفيروس الجسم ما بين يعطي أعراض. هي مثل ما قلنا حوالي الشهر. إذا العدوى في المبرازي الفيروس بيتخرب عادة بالكلور كمعقمات بيتخرب بدرجات غليان يعني بدرجة الغليان، بينما بيقاوم حموضة المعدة يعني بيقاوم درجات pH المتوسط الواحد بيقاوم، وبيقاوم درجات حرارة ما بين 10-60 درجة مئوية بيقاوم. أما بيخرب بالكلور أو بالغليان أو بالفورم الديد كمعقمات يعني. هي كمادة يعني كمادة يعني معقم وهيك بيتخرب فيها، أما حموضة المعدة ما بيتخرب، والفيروس هيك تركيبه يعني بيتخرب حموضة المعدة لهيك انتقاله فموي برازي. لو مثلا في كثير فيروسات مجرد تدخل على المعدة تنتقل بحموضة المعدة ما بتقاوم، أو حتى جراثيم راح نحكي بعدين أو جوز حكى له الدكتور حسام، يعني العالم اللي اكتشف جرثومة المعدة كانوا يضحكوا عليه أول شيء. كيف جرثومة يعني تستعمل المعدة؟ هذا الشيء يعتبر مستحيل. بعدين عرفوا كيف أكيد درسوا كيف إنه طعم الوسط كله حواليها بتحمي حموضة المعدة، لكن هذا الفيروس لا بيتحمل حموضة المعدة وانتقاله مع حكينا فرنسا. طيب
اجوا هي اعراض الاصابه بالتهاب الكبد، طبعا يجي على شكل اكتشاف ما حكينا شوي، او الجائحات، المناطق المكتظه بالسكان اللي مستوى النظافه فيها والعنايه الشخصيه فيها ضعيف، لهيك بصير على يعني مريضه بينقل لغيره الى اخره، بنقول بوباء او جائحه. الاعراض بنشوفها عند المريض مثل ما حكينا من شوي، اشكال التهاب الكبد حاد، اما غير عاطي، اما اعراض عامه، بعدين اليرقان، اما بصير اليرقان او ركودين، اما بصير شكل ركود ما قلنا او يرقان، او بصير شكل صاعق اللي هو اعراض عصبيه مع تطاول الاذنان. طيب هل التهاب الكبد يؤدي الى الازمه؟ لا لا، القاعده التهاب الكبد هي لا ازمه، لا تشمع، لا حامل الازمه. القاعده هي الشفاء. القاعده بالتهاب الكبد هو الشفاء، تمام؟ طيب اشو الاختلافات ممكن تصير التهاب مريضتي؟ طبعا اشو التشخيص اول شيء؟ هاي الاعراض العارضية هي تشخص مع التشخيص المخبر اللي هو ارتفاع بخمائر الكبد، اشو؟ الاتية والاستية اكثر من 10 اضعاف. طيب هل شرط التشخيص انه يكون في عند ارتفاع بالاوربين؟ مو شرط، عم نقول الشكل الغير عارضي بجوز مريض ما عنده ارتفاع بالاوربين. الاي ان ار هل بيتاثر بكل حاله من التهاب الكبد؟ لا، الا بالاشكال الشديده طبعا، تمام؟ مثل ما قلنا الايكو ممكن يشوف ضخامه كبديه بسيطه، ممكن يشوف سماكه جدار مرارة ارتكاسي، هاي كلها يعني تساعد بالتشخيص لكن ما بتشخص. طيب ايش هو بالتحديد النوع اللي انا بصير فيه لشخص التهاب كبد؟ يعني انا جاي المريض بالتهاب كبد حاد وعم بقول له اول الطفل مثلا ايش سبب التهاب الكبد عنده يا ترى؟ مبين؟ نحن بنقول انه سبب الاشياء هو الاله، لكن كيف بدي اكيد؟ بطلب تحليل اسمه الضاد التهاب الكبد او اس اتش ار في اي جي في نوعين، في ام وفي جي. طبعا في عندنا البي سي ار، بس البي سي ار مشكلته بتعفورته غلاءه وتوفره قليل، يعني يعتبر عالي النوعيه وعالي الحساسيه، بس مشكله بغلاءه فما يعني يستخدم بشكل روتيني، خاصه انه التهاب الكبد مثل ما عم نقول شائع كثير وممكن نشوفه كثير. وعاده انذاره سليم يعني والشفاء هو القاعده، فهو معقول يطلب للمريض تحليل بكلفه 40-50 دولار مشان التهاب الكبد يعني حال. تمام، فهون اللجوء لتحليل يعني اقل هو حساسي لكنه نوعي له، نوع التهاب الكبد ونسبه يعني ايجابيته عاليه. طبعا الفيروس هو بيعطي اعراض عامه مثل ما قلنا، انه بصير يتكاثر بالدم بيعمل فارينيا اللي هي يعني انسمام فيروسي خلينا نقول، وبالتالي الاعراض العامه اللي هي الام العضليه والالام الفصليه، وبينطرح مع البراز، هيك عاده مثل ما قلنا فمويه برازيه، حتى بينطرح بالبراز قبل ما تظهر الاعراض. تمام، اذا التحليل النوعي هو الانتي اتش ار في. طبعا ايش هي اتش ار في؟ او الفيروس التهاب الكبد. تمام، الضاد من نوع اي جي ام بشكل الجسم تجاه هذا الفيروس بشكل، اذا بشكل معناته هلا الاصابه حاده. تمام، اما الجي ايش بدل الجي؟ هلا عم نقول سبب اخر يعني مثلا عندنا غير سبب، معناته المريض ايش مريض مصاب سابقا شافي او اخذ لقاح، هلا بنحكي انه في له لقاح في التهاب الكبد، في له لقاح، يوجد لقاح عرضه ينعطى على جرعتين طبعا. لمين بينعطى؟ المرضى مثلا العاملين بالمجال الطبي، او المرضى اللي عندهم التهابات كبد ثاني بي او سي وخايف انه يصير عندهم فممكن، او المدمنين يعني عالميا ممكن ياخذون لقاح في التهاب الكبد. يعني يكون عندهم اهبه انه يصير عندهم امراض كبديه ثاني، بنخاف يدخل الاء على الخط فبصير يعني الانذار اسوأ عند هذول المرضى، يعني مو معقول التهاب كبد مثلا عند شخص طبيعي ما في شيء، بينما يصير التهاب كبد عند مريض تشمع كبد تالي التهاب كبد بي مثلا، فهون اكيد يكون اعراض اشد والانذار اسوأ. لانه بالاصل هو تشمع الكبد ممكن يكون عنده الاي ان ار مطول، واجى هذا التهاب الكبد بده ياثر له على الكبد بده يضعف المريض. اذا الاي جي ام والاي جي جي بنرجع بنقول اذا الاي جي ام دليل على اصابه حديثي حاده، اما الجي دليل على اصابه سابقه مو ازمان، لانه ما في ازمان، مو اذا كان هذا عنده اي جي جي ايجابي معناته انا بقول عنده التهاب كبد مزمن، اذا هذا مزمن غلط الطب ما بقول التهاب كبد مزمن، تمام؟ اذا اصابه سابقه او لقاح، مريض اخذ لقاح للتهاب كبد، واضحه الفكره؟ يعني بنقول مثلا اذا جانا مريض باعراض عامه تعب وهم بعدين صار عنده دور غامض، طلبنا له تحاليل، المريض حكينا من شوي خلينا نقول اي مريض 1200 والاستي 1000، الاي ان ار عنده طبيعي كان 1.2، البيلوربين شوي مرتفع 3 والدايك بيلوربين 2، طلبنا له سي بي سي طلعت الكرياتين 11000 طبعا على حساب الانفاويات بشكل رئيسي، انا ماشي شوي اكثر مع انتان فيروس، وقال لي ترى اخوه كان مصاب، اخوه
واخته كانوا مصابين بشي شهر. ايه قلنا معناتها اذا تشخيص حسب الاعراض وحسب التحاليل شوي يا كبد حال. طيب بدنا نعرف ايش السبب، بدهم يعرفوا الاهل ايش السبب. طبعا احنا كل مرة التهاب كبد حال مطلوب له هذول التحاليل يعني عادة ما مطلوب، لانه التهاب كبد حال يعني قاعدة فيه هو الشفاء. فيعني احيانا خاصة اذا كان الوضع المادي ما بده يتحمل صار هاي التحاليل موجودة بالمشافي العامة. فانا بدي اعرف ايش السبب، اذا بطلب انتي اتش ار في اشو؟ اي جي اي طيب طلبت للمريض هذا التحليل طلع ايجابي، اذا خلاص معناته انا تشخيص اشو؟ التهاب كبد حاد مو هيك؟ طيب طلبت له الاي جي ام والاي جي جي، طلع الاي جي ام سلبي والاي جي جي ايجابي. معناته المريض خلينا نقول التقاط الفيروس يعني قبل الاعراض، وبيزيد ارتفاعه اثناء الاعراض، وبيضل عاده بالدم ما بين شهر لثلاث بيرجع بعدها بيتنازل او بينخفض عفوا وبيتحول للاي جي جي كارديفير. تمام، الاي جي جي عاده مع 6 شهور هو مسيطر. تمام، اذا ما خف هون لتشخيص التهاب الكبد ومثل ما قلنا في لقاح عاده بينعطى على جرحي. طيب ايش هي الاختلاطات لالتهاب الكبد؟ مثل ما قلنا قد يدخل الشكل الصاعد او الشكل الركودي او في متلازمه بتصيب تقريبا 25% من الناس، هي متلازمه ما بعد التهاب الكبد. عبر اذا حتى او شفتوا شيء مريض كورونا يعني اكثر المرضى بصير عندهم هاي الانتانات الفيروسي بضل عندهم اعراض فتره احيانا توصل لثلاث شهور، اعراض تعب وهمية اسرائيل الام عضليه مفصليه مشان ما نضيع بالافكار. تمام، فهاي من قله متلازمه ما بعد التهاب الكبد. ممكن يصير في نقص عند مرضى التهاب الكبد؟ عادة بنقول له نقص هذه السرير يعني بصير خلال أول الأشهر، يعني بتتشكل أطراف لكن بتكون ما هي كافية، لهيك المريض ممكن يرجع ينقص ممكن بس خلال أول ست شهور. عادة متى ما تشكلت أطراف أي جي جي أخذ المريض أشو؟ مناعة دائمة. لهيك بقول لك إنه أنا صرت صفار، ليش هلا صرت مرة ثانية؟ عادة بيكون في سبب ثاني مثلا. تمام، إذا كانت إصابة قديمة. إيه أشو فكرة؟ خلاص يكفي لا أزمان. طيب إذا واضحة بالنسبة لالتهاب الكبد في شيء، إذا هاي الاختلافات ممكن يعني بيجوز المريض يطيب لكن بقول لك يا أخي عضل أشعر تعب بآلام بالعضلة، إذا بنقول نحن هاي أعراض طبيعية بتضل أحيانا عند نسبة منيحة من المرضى عادة ثلاث شهور ست شهور تتراجع. يعني لازم بعد إصابة التهاب الكبد إيه اللي بعد كل إصابات الكبد؟ بعد أي التهاب كبد، بعد أي التهاب كبد حاد يعني. ترى إذا كان عنده هاي التحاليل والأي جي إم حصل عنده التهاب كبد حصل تهاب كبد، إلا إذا في شيء ثاني معه مترافق ممكن يصير تهاب كبد حاد مثلا مع نوع ثاني، أو مثلا بالنسبة للبي ممكن يصير البي والدي مع بعض. هلا نحكي بالبحث القادم إن شاء الله. إذا ممكن يكون أو ممكن يكون عم ياخذ أدوية وعنده إصابة فيروسية يعني شعره يصير أدوية معه، بس وجود أنتي اتش ار في أي جي إم إيجابي معناته نحن أمام تهاب كبد حاد. واضحة الفكرة؟ بتطلع الفيروس الثاني اللي هو الإي. طبعا احنا الار بنشع عندنا الاي اشع مناطق افريقيا وجنوب شرق اسيا بيقولوا كمان العدوى في كمان هو كمادي وراثي هو ار ان ا. طبعا الفيروسات كلها هي كمادي وراثي ار ان ا ما عدا البي دي. طيب الفيروس التركيبي الاي العدوى فيه هي دمويه وراثيه كمان مثل هنيك. تمام، شو نعبر عنها؟ الحضانة تقريبا أطول شوي يعني 4 إلى 6 أسابيع أو أكثر شوي، هل أو 8 أسابيع. كمان بيتحمل حموضة المعدة هيك مثل ما كنا نعرفه في فموي وراسي. التشخيص من الأعراض والعلامات اللي هي نفس الأعراض بشكل عام، أعراض التهاب الكبد الحاد سواء أو هي نفس الأعراض، ما في فرق إنه والله بيعطي أعراض مثلا ما بيعطي لا، الأعراض هي واحدة. التعب والوهن والالام العضليه ثم الدور الجراحي او التهاب الكبد الركودي او الصاعد. بس بيختلف هون التهاب الكبد اي انه نسبه حدوث التهاب الكبد الصاعد، طبعا هون مش حد نسبه حدوث التهاب الكبد الصاعد
ما بتتجاوز 1 من 100,000. 100,000 مريض التهاب كبد قال يجي واحد يصير عنده التهاب كبد، صار نادر يعني. هون النسبه بتوصل 20% عند الحوامل خاصه. شافوا انه اذا صار التهاب كبد وهذا الفيروس الحوامل عم يترافق مع معدلات عاليه لحدوث التهاب الكبد الصاعد. تمام؟ ما قلنا التهاب كبد صاعد معدل وفيات عاليه وانذار سيء. 1 من 100,000 التشخيص مثل ما قلنا ارتفاع تكرار الكبد اكثر من 10 اضعاف الطبيعي مع الاعراض الوصفيه النموذجيه هي التهاب الكبد اي. التحليل المخبري اللي فيه اما كمان البي سي ار او اشو تحليل اسمه انتي اتش اي في اي في اي جي. تمام؟ كمان في زمن شيء التهاب كبد اي؟ ما في زمن، ما في تجمع. تمام؟ لعدوا في ما قلنا في البرازيل بقولوا في دراسات بقولوا انه بينتقل كمان عن طريق الدم يعني ارقام اقل او بشكل اقل شيوعا، بشكل اقل شيوعا. اذا لا ازمان ولا تجمع. هل يوجد علاج بالحاد في علاج نوعي؟ لا عرض يعني رياحه راحه بالمنزل، حتى الراحه ما كثير يعني مثبته. الحميه على طول الحميه شو صراحه علميا ما في له الا اذا في عند المريض اقياءات شديده ممكن هاي الاكلات شوي يعني تزل الغثيان والاقياء. يعني هي الحميه بشكل عالمي او طبي ما ينصح فيها الا اذا في اقياءات شديده او الام شخصيه احيانا برافق التهاب الكبد التهاب معدي شوي ممكن يعني الحميه تخفف شوي الاعراض، لكن انه لها دور بالعلاج او بالشفاء ما ادري. هلا البروتين والدهن يكون حظه صعب يعني. اي تماما يعني ممكن يعني يزيد شوي الاعراض بس انه يعني انه لها دور بالشفاء او بتسريع الشفاء ما لها دور. دواء نوعي ما في. امتى بلجا مثلا السيرومات والإيماء الوردي؟ يعني اذا المريض عنده اقياءات شديده وخايف انا ادخل بالتشفى ممكن يحطه على علاج وريدي سيرومات عاده تكون افضل هو سكري يعني. نفس الحكي التهاب الكبد اي ما في يعني شيء نوعي الا اذا صار مثل ما قلنا التهاب الكبد صاعق هون ولا هون العلاج هو زراعه التهاب الكبد صاعق هو استطباق وزراعه. هذول الحالتين اللي بدنا نحكيهم. البي في شوي حكي كثير لهيك رح نتركه للمحاضره. هلا الحميه حمينا المريض عليها مثلا ما ممكن ما ندخل اختلاط طبعا الصاعد ممكن ما ندخل التهاب لا يعني نخفف امكانيه حدوث الصاعد قول نوصل لا هو نحن عم نجهد الكبد بوقت عم ياخذ يعني هلا هو عاميا بتقول شو بتشوف انت مرات بتشوف مرات بقول لك والله كان مرتاح مجرد اكل هيك رجع تعب يعني علميا ما في شيء. هلا هون مثلا بالقرحه الهضميه مثلا كمان الحميه ما هي يعني ضمن الخصوص العلاجي. الحميه لها دور اساسي باي مرض هضمي حميه عن مشتقات القمع والشعير هون العلاج الوحيد الحميه. هون الحميه مثل ما قلنا يعني ما شو سبب الحمله؟ ايش الحمله بيعمل؟ ما في سبب واضح، ما في سبب واضح، فشافوا عندنا عم يصيب الحوامل عم يحدث التهاب الكبد الصاعد أكثر. الآلية بصراحة ما هي معروفة. الأدوية الاستمرارية كلها ما بتعطيها الحالة. أيوه. الحاد يعني؟ مثلا بدل سيداون ما بتعطيها الحاد؟ إيه. برافو عليك، هذا سؤال حلو، لما بيجيني مرض التهاب الكبد الحاد على العيادة بيجيك العرض الآن هو عنده حرارة، إيش بدك تعمل فيه؟ برافو. إيش بدك تعمل فيه؟ ولا ما أنت فاضي عم تحكي؟ انت ايش بدنا نعمل فيه؟ مريض التهاب كبد حاد طيب هاي عم نحكي معك التهاب كبد حاد جاك باعراض حراره وتعب وعم يقول لك يا اخي بدي مسكن ايش ما عم بقدر انا هلا بيقول له سيتا مور جرعات 2 ل3 غرامات باليوم قرار يعني طبعا احنا بناخذ بس على الضروره ما في مشكله حتى اللي بيقولوا امن بالبروف هاي بصراحه يعني بعض خلينا نقول الاطباء العاميين او الاطباء الاطفال عطوا اي التهاب كبد حاد يفضلوا البروفين. لا انا بصراحه شفنا دراسات عم بيقولوا لا السيتامول جرعات هو امن من البروفين امن من مضادات اليابس حتى عن مرضى تشمع الكبد يا اخي السيتامول امن من المسكنات يعني 2 ل3 غرامات يعني تقريبا زعيا 500 في اي سؤال ثاني؟ الله يعطيك العافيه.